مشاكل الشباب الاخرى يا دكتور مصطفى حياتك شايفها النهارده؟ لا، هي المشاكل طبعا اقتصاديه دلوقتي، مشاكل عمل ومشاكل بطاله ومشاكل التعليم اللي هو في حاله سيئه جدا، يعني مش ممكن طبعا المدرج يبقى فيه 5000 وحد يسمع، ولا يبقى فيه علاقه بين الاستاذ والطالب، وبعدين بيجوا من الارياف الفلاح يخلف 10 يقول لك ما الجامعه مجانا، يرميهم في الجامعه، يجي الطالب مش لاقي، ما بيشبش مثلا، مش لاقي ثمن كتب، مش واخد بالك مظهره طبعا جنب الطلبه التانيين، بتبقى يقارن نفسه ويبتدي حقد بقى يشتغل، وسائل الحقد ده ورا بقى كل اللي انت شايفه بقى، مخدرات وجماعات مش عارف عاوزه تهد، واللي عاوز سو باسم ينتحلوا اي عذر، ايش بحجه الدين، ايش بحجه مش عارف ايه، لكن هي وراها في النهايه صراع طبقي وحقد فظيع ابن كلب ملوش اخر، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت ما فيش تعليم، تعليم زي الجامعه بقت زي مدارس ثانوي، فيعني كلها تلقين، او حتى تلاقيهم من كتر الزحمه ما يحضروش، فبيقول لصاحبه املالي الكراس وبعدين يعملوا كوبيز منه ويقروه وكده، بينما كليات زي كليات الطب لازم تبقى حاضر وتمسك الورم بايدك وتسمع تسمع القلب بايدك وتشرح بايدك. طب منين؟ احنا كنا على كل بارت اربعه بنشرح الدراع مثلا، دلوقتي ما الطالب بيطلع ما شرحش اي حاجه، ولا حط مشرط ولا شاف نيرف، كلها حاجات شمع كده يفرجوها له خلاص، اضطر ياخد دروس خصوصيه. بص لقى الدرس الخصوصي دلوقتي، انا كنت بدي ابني دروس خصوصيه ب 1000 جنيه وبعدين 1500 جنيه سنه، وبعدين النتيجه انك غير كده كمان، تبص لقى المنظر الغريب ان تلاقي الطفل في الحضانه بدخله ب 2000 جنيه وفي الجامعه ببلاش. دي طبعا نكته بقى يعني نكتة ولاش معنى يعني ايه، ده تخلف عقلي مش مش نكتة. فطبعا المسائل دي لازم تحسم، وكتبنا كتير جدا في الموضوع ده. وبعدين ليه ما الطالب الراسب ما يدفع ما يجراش حاجة؟ المجانية على حالها، حدش لا يمس المجانية احد، لكن الراسب يدفع مصاريف، وإلا انت بتشجع الواحد على الرسوب انك انت يرسب وتديله. الله، طب ولا اذا سويت بين الراسب والناجح، طب ننجح ليه؟ اسقط 10 سنين مش في وزاره التربيه والتعليم بتدفع؟ تدفع. فمن باب اولى بس على الاقل نميز الناجح من الراسب، الراسب يدفع مصاريف. طب وليه ما ايه معنى ان يبقى في جامعه امريكيه مصاريفها 5000 دولار؟ 5000 دولار يعني حوالي 12000 جنيه. بينما ما فيش جامعه اهليه، طب ما تعمل جامعه اهليه بمصاريف على الاقل يبقى يعني. فطبعا ما نحن بصدد عمل هذا، بصدد يعني، لكن انت عارف ان قامت ضد الفكره دي اصوات فظيعه، احنا قعدنا نحارب، وانا رحت حتى لوزير التربيه والتعليم بنفسي عشان الحكايه دي، بقالنا سنين، مع انها منطق طبيعي. ايه يعني اذا كان عندك انت حضانه خاصه الطفل الحضانة، وإذا كان عندك فعلا جامعة زي الجامعة الأمريكية، طب إيه ليه يحرم نحرم من جامعة، وجامعة فؤاد نفسها، قصدي جامعة القاهرة نفسها ابتدت جامعة أهلية بتبرعات الناس، فشو واخد بالك؟ فهل يحتاج الأمر للصراع ده كله؟ كام سنة؟ ليه؟ فيعني مش عارف يعني، طبعا مشكلة كبيرة. لكن انا بقول كبدايه حل ما فيش مانع، لا نمس المجانيه ما يجراش حاجه، لكن ما نسويش بالناجح وراسب ابدا. انا عاوز ادي فرصه بس ان يبقى في شويه فلوس عشان يبقى في مدرج كويس، في معمل. احنا كان عندنا زمان في كليه العلوم كل واحد له معمل خاص وعهده خاصه بيه، ويقعد يعمل التجربه من اولها لاخرها. ازاي بس ما هو مبقاش تعليم؟ اللي حاصل دلوقتي كليات الطب بتطلع دكاتره ما يعرفوش يدي حقنا وما يفهموش حاجه خالص. انا عندي في الوحده ما بقبلش اي طبيب اللي طالع من كليه الطب جامعه القاهره قصر عيني الى اخره، الممارس العام ما بلوش، ولا الدبلوميه كمان اللي واخد دبلوم تخصص ما بلوش، ولا الماجستير لازم يبقى دكتوراه، لان الدكتوراه دلوقتي قد الخريج بتاع زمان العادي ليه؟ لان الدكتوراه على الاقل بقى عمل عمليه واشتغل وله خبره 7 سنين وكده، واخد بالك؟
فدي حاجه انا جربتها. طبعا اللي بيجي ممارس عام ما يعرفش حاجه خالص نهائي. فيعني في حاجه اسمها كارثه في التعليم، مفيش كلام.